حسين حياهم الله ابو حسين الغالي. زياره مقبوله ابو شيخ حبيبي. فدوه مقبوله. امام الحسين يخاطب ابو فاضل يقول له لا تحيرني بجفاك تدوم لو موت ورا امد الموت الخذاق وما خذاني. مدرى اسكيت مدرى نوح قمت اجي يمك واروح منين اجيب الا الخيم عباس ثاني. تقعد لو سوى الموت لو احتار وحدي وانا يا عباس شم عباس عندي عباس حيرت الحسين وتاه دربه عباس فك عينك لخيك وقف قلبه كلش حيرتني وزاد نوحي اول مره هاي بشعل روحي رايف رايف تحياتي.